العجز التجاري للجزائر يتقلص إلى النصف خلال الثلاثي الأول من العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية، وبقيمة بلغت 2.8 مليار دولار، لكنه يبقى انخفاضاً ظرفياً لا أكثر. وأنا شخصياً يعني من تلقمش مع هذه الإحصائيات الظرفية اللي تقارن الشهر بشهر ولا ثلاثي بثلاثي، وهذه إحصائيات يعني ذات طابع نقدر نقول يعني سياسي، ذات طابع إعلامي. تعرف الثلاثي هذا رانا نجحنا في قطاع ما، أعطونا كل الإحصائيات والحساب اندرس العام. استقرار أسعار البترول خلال الثلاثي الأول من العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية وتجميد رخص الاستيراد كان السبب في تراجع العجز التجاري إلى النصف. المحروقات ليس بالكمية ولكن بالأسعار، لأنه يعني أسعار يعني 2016 كانت أدنى مستويات يعني مقارنة بقبل 2009 إلى 30 دولار. اليوم متوسط يعني سعر الصادرات يكون حوالي 52-53 دولار بالثلاثي هذا. هذيك يعني 15 دولار ولا لجد زيادة في الصادرات عندها لعب دور كبير في تقليص العجز. عندك تقليص الواردات، تقليص الواردات في 3 شهور الأخيرة هذه لاحظنا أن بعض السلع منعت بتاتا من الاستيراد. إعلان تقليص العجز التجاري ورقة سياسية أخرى تلعب عليها الحكومة لتكون عبارة عن رسالة مفادها أنها متحكمة في الأزمة الاقتصادية، لكن الأكيد أن التخلص من التبعية لقطاع المحروقات فقط وحده من سيقي الحكومة والمواطن على حد سواء من صداع المستقبل المجهول.